ولأهمية هذا الركن العظيم أذكر بمسألة تكلم فيها أهل العلم، وهي هل يكفر من ترك الحج أو لا؟ فجماهير أهل العلم على أنه يكفر إذا تركه جاحداً لوجوبه، أو صاحب ذلك ناحية اعتقادية مثل أنه يسع الإنسان أن يخرج عن هذا الشرع بترك هذا الركن ونحو ذلك. أما لو كان مقراً بوجوبه ومعتقداً أنه ركن من أركان الإسلام ولكن تركه تهاوناً وكسلاً، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، هل يكفر أو لا يكفر؟ فجماهير أهل العلم على أنه لا يكفر إذا تركه تهاوناً وكسلاً، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يكفر لأن منهم من رأى أن تارك المباني الخمسة أو المباني الأربعة وهي العملية، لأن أركان الإسلام أولها الشهادتان، وهاتان لا خلاف في أن من لم يأتي بالشهادتين فإنه ليس بمسلم. بقيت الأركان الأربعة وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم، فهل يكفر بتركها أو لا؟ هذا محل خلاف، فبعض أهل العلم يرى أن من ترك هذه المباني الأربع أيضا فإنه يكفر، ومنهم من رأى أنه إنما يكفر لو ترك الصلاة والزكاة، ومنهم من رأى أنه يكفر لو ترك الصلاة فقط، وهذا هو أرجح الأقوال لوجود الأدلة الكثيرة التي تدل عليه.